دايما النادي الاهلي مشرفنا، وزي ما بيقولوا فعلا النادي الاهلي صاحب البسمه لجماهير الكره المصريه. كابتن عادل الف مبروك. يعني الواحد مش عارف في الوقت ده يتكلم ولا يرتب كلام. انا مش هرتب كلام، لكن انا طلع اللي جواك. انا حسيت بحاجه مهمه قوي. ايه؟ ان الاهلي ليه ظهر قوي جدا، جمهور. دي حقيقه، ظهر صلب، جمهور ما اعظم جمهور النادي الاهلي. قوه، يعني حب، يعني شكله يفرح، بيقوي اللعيبه بتاعته. يعني لا، يعني حاجه تشرفك فعلا. جمهور النادي الاهلي يشرف اللي في الملعب واللي بره واللي في كل حته. النادي الاهلي ما حدش بيسيبه يعني من جمهوره. صحيح، هو جمهوره الظهر الصلب بتاعه. دي حقيقه. يعني الحاجه الثانيه المهمه اللي انا عايز اقولها ايه، زي ما قلت يا كابتن ايمن، الاهلي بيشرف الكره المصريه. يعني احنا خلينا نبقى منطقيين. البسمه الكبيره اللي بتحط الكره المصريه على الخريطه برضو حاجه تحسب لمصر. والسوبر كمان لما يبقى افريقيا مصري، السوبر افريقيا يبقى مصري، تحسب لمصر. ولكن المهم في الامر الشغل والجهد والعرق اللي انا ببارك لكل اللي اشتغلوا في عشان يخرجوا لنا الاربع بطولات في الاربع سنين اللي ورا بعض دول. يعني انت بتتكلم في انجازات غير عاديه. انت رحت ال 12 البطوله ال 12 واحنا بنتكلم على ال 13 بعد دقيقتين هنخلص من النهارده نقول لك 13. ولكن مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي اللي بيشتغلوا كويس قوي، وما بيشتغلوش في كره القدم فقط. انا عايز اقول ان فرحتنا بيهم حاجه جميله. كل يوم افراح عندنا على فكره. والناس الجمهور الاهلي كل يوم بطولات، كل يوم عندك بطولات، عندك العاب الصالات ما شاء الله، كره اليد لسه واخده الدوري اليد المحترفين. لا ده عملوا انجازات عظيمه. يعني خالد العوضي عامل له حوالي مثلا 19 بطوله الى الان. 19 بطوله في العاب الصالات، ده غير البطولات اللي هي الالعاب الفرديه والالعاب لكن انا بكلمك على ان 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 اللي بيديروا المنظومه في النادي الاهلي على راسها كابتن محمود الخطيب بيشتغلوا للكوره وكل الالعاب زي بعض. اشتغلوا للنادي الاهلي، للنادي الاهلي كله زي بعض، بدليل انه بينجح هنا وبينجح هنا وبينجح. حاجه عظيمه جدا، ومبروك للعيبه ومبروك للجهاز الفني ومبروك لكل اللي ينتموا للنادي الاهلي. بس اللاعب رقم واحد جماهيرنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. صحيح. العظيم.